السلام عليكم غزالات، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ونهاركم مبروك. إن شاء الله اليوم غادي ندير معكم بعض الوصفات للوليدات وحتى العمل للناس الكبار، للسيدات الأولى للأزواج ديالكم. فهاد الوصفات زوينة غزالة، سهلة جدا، وأيضا كنشريوها غالية من برا. فدائما كما كنقول لكم على قد جيبنا على قد ايدينا. غادي نديروا هذه الوصفات بواحد الطرق اللي هي مختلفه وطرق اقتصاديه، ومكوناتها موجوده في كل بيت، وطبعا كتعطينا واحد كميه كبيره، وغير هذا انه احنا عارفين اشنو فيها وصحيه. فان شاء الله كما تعودتوا مني دائما يعني حاجه واحده كنخرجوا منها شحال من حاجه، بحيث ان وليداتنا ياكلوها وحتى حنايا يعني هذا الشيء اللي كندير انا كناكل منه انا وراجلي، لانه كيجي زوين وما تشبعوش منه. فان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم كوكيز بشكلين، وغادي نحضروا الناكيتس اللي كنشريوها من برا، وحتى ما اللي هو خيالي واللي انا كنت كنشريها زمان فاش كنت في الامارات، كنت كنشريها دائما، كانت كتجيني سهله اني هكذا مثلا يعني ناخذهم معايا الخدمه، نقليهم نديرهم مع بعض الوجبات وناخذهم معايا للخدمه. فلهذا حبيت نشاركها معكم هكذا، شويه نوفروا وشويه طبيعه الحال وليداتنا ياكلوا داكشي صحي وعارفين اشنو فيها وشنو طاحنين فيها. فنبداو الفيديو على بركة الله، وفرجة ممتعة، وما تنساوش تخلوا لي لايك ديالكم، تعليق ديالكم، الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوهم ان شاء الله في الايام الجاية. ونقول لكم شكرا دائما للدعم ديالكم والحب ديالكم. المهم البنات، بالنسبة للمقادير ديال شو سميتو، المقادير ديال الناجتس اللي كنا عارفينو وكنشريوهم من سوبر ماركت لوليداتنا سواء في المغرب سواء برا المغرب، فغنحتاج صدور ديال الدجاج. نتوما انا عندكم الفخاض يعني ديال الدجاج، حاولت انا عندي هنا صدر واحد ديال الدجاج، الا عندكم مثلا فخد ديال الدجاج حاولوا تخلطوه معاهم كتجي النتيجه احسن. انا عندي غير صدر، غندير غير صدر واحد، درت مع واحد البصيله، درت مع واحد الطيطه هنا طيطه صغيره سلقتها صافي ومعستها هكذا. وعندي هنا الثومه، عندي البزار، عندي الملحه، عندي توم باودر، عندي البصله باودر، وعندي شويه ديال النشا، وعندي بقسومات اولا الفتات ديال الخبز اولا الخبز كيكون ناشف ومطحون. صافي هادشي، هادو هما المقادير، غادي نديرهم في الكبه، غادي نطحنهم مزيان كما غتشوفوا معايا دابا، ومن بعد دابا باش غادي نوريكم المرحله الثانيه. المهم هنا البنات كما كتشوفوا، هذا نستعمل الكبه ديالي اولا غنستعمل ديك الفرامه ديال اللحم. غادي ندير البصله اول حاجه هكذا، نضربها واحد شويه، بعد ذلك غادي نبدا يعني نضيف المكونات الاخرين، نضيف صدور الدجاج كما قلت لكم، الا بغيتوا ديروا واحد الصدر وتخلطوا معاه فخذ واحد كيتعطيكم نتيجه زوينه وكيجي زوين، ما عندكمش ديروا غير بحالي. هنا صافي درت الثوم، درت البطاطا مسلوقه، هي بطاطا حجمها شويه صغير، بطاطا مسلوقه، درت كما قلت لكم الثوم. المهم غادي نخلط كلشي المكونات ديالي في الكبه باش يتخلطوا مع بعضهم، وبعد ذلك عاد باش غادا يعني نشوفوا كيفاش غنشكلوها. بالنسبه للبهارات راه قلت لكم فيهم فقط الفلفل الاسود، الملح، الثوم بودره، البصل بودره. بغيتو نتوما تضيفوا شي حاجه من البهارات ضيفوهم، ولكن هادو هما البهارات اللي كيكونوا فيهم. وايضا بغيت نقول لكم ان تقدروا ديروا هالطريقه حتى السمك فيلي، لانه كاين كتباع كيف ما كتباع ناجتس ديال الدجاج، كاين الناجتس ديال الحوت اولا ديال السمك. ان شاء الله علاش لا، لا بغيتوها خليوها ليا في التعاليق، وشي نهار نجيب السمك فيلي ونشاركها معكم. فانا كيعجبني بحال هذا الشيء، وهذا الشيء كنديرو يعني علاش كنديرو، كينفعني حتى انا مع الفطور لراجلي وداكشي، كنصوبو كنديرو في الثلاجه كيجيني ساهل، كنديرو ليه في الصباح. تقدروا تدخلوها للفرن او تقليوها، نحطو شويه في الثلاجه حتى نوجد البيض ونوجد الطحين والبقسماط وداكشي، ونجمع هاد الميعنات ونوجد ليه البلاصه ديالو، عاد باش ديك الساعه غادي نبدا يعني نشكل معكم اشكال ونوريكم كيفاش يعني كيفاش تخزنو كيفاش تقليو. المهم هنا البنات كما كتشوفوا، بعد ما يعني وجدت داكشي ديالي، جبت الدجاج، عندي دوك الطوابع ديال القلب، وعندي ديال الدائري، وعندي مربع. نتوما عندكم هذوك الاشكال ديال الوليدات اللي هي دبدوب والنجمه وداكشي اللي كيبغيو الوليدات،
جيبوهم ليهم وطبعوا بهم. المهم هنا غدا نفر فرش بلاستيكه، حطيت العجين ديالي خليته شويه يعني شويه غليظ، ما غاديش نرقوه بزاف صافي. وكنبداو نطبعوا يعني الاشكال ديالنا، كنديرهم اول حاجه في الطحين، بعد ذلك في البيض، وبعد ذلك في البقسومات. كنكونوا مفرشين واحد البلاستيك في صينيه، الا كنتو غادي تخزنوهم كتفرشوا واحد البلاستيك في صينيه وكتحطوهم في يعني فوق داك البلاستيك، كتكونوا مبعدينهم على بعضياتهم، كتحطوهم في الفريزر، كتخليهم حتى كيتمسكوا بعضياتهم مزيان ويتجمدوا، وبعد ذلك كتجمعوهم في كيس واحد. هذه هي الطريقه ديال اي حاجه بغيتوا تفرشوها. عفوا، كما كتشوفوا انا مفرشه ليه بلاستيك صينيه صافي، وكت يعني كتكملوا بهذه الطريقه، كديروا في الطحين كتطبعوا، كديروا في الطحين، كديروا في البيض، ومن بعد ذلك في البقسومات. وبالنسبه لشكل ثاني درتو مربع حتى هو بهذا الشكل، كتطبعوا العجين ديالكم، كيكون العجين ديالكم شويه غليظ اولا شويه تخين، كديروا في الطحين والبيض والبقسومات بنفس الطريقه. كما قلت لكم اللي عندكم دوك الاشكال ديال ديزني، داك ديال ميكي ماوس، ديال داك ديال الفراشه، اي حاجه كيبغيوها وليداتكم طبعوا بها وديروها ليهم، راهم غزالين البنات هادو المدرسه للعمل للعشاء يعني لينا حنايا، كيجيو زوينين كما غنوريكم في الاخر انا معاش قدمتهم، ونوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجي. واهم من هذا انه حنا عارفين اشنو فيهم. حاجه ثانيه، اللي ما عندكمش الطابع تقدروا ديروهم غير هكذا كويرات بايديكم وتشكلوهم اقراص كما انا وريتكم، يعني بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش طوابع فتا هذه كتجي سهله وكتجي عمليه وكتجي زوينه، يعني ماشي مشكل، ماشي ضروري نطبعوا. وهذا هو الشكل ديالهم، درتهم في ثانيه فرشت ليها كيما قلت لكم بلاستيك ودخلتهم للفريزر هكذا باش يتجمدوا، ونخزنهم ونديرهم في بلاستيك. ها نتوما البلاستيك كما كتشوفوا، يعني ملي كيتجمدوا كل وحده بوحدها باش كديرهم في بلاستيك، واخا يعني واخا تجمدوهم وداك الشيء ما كيلصقوش مع بعضياتهم. والوقت اللي بغيتوهم كتجبدوهم تقليو، كتحطوا الزيت سخن، وداك الوقت اللي كتسخن فيه الزيت نتوما كتكونوا جابدينهم صافي، ومن بعد ذلك كتقليوهم، ما كياخذوش وقت نهائيا. وهنا كنت البنات درتها مع العشاء، درت واحد درت كان عندي اندومي وقليت واحد ثلاثه، قلت ضروري ما نوريكم كيفاش كيجيو. المهم سمحوا لي على الاضاءه اللي كانت طفاليه الفلاش ديال التليفون. فهذا الشكل كيجي زوين البنات، كيجيو الطعم ديالهم زوين وخفاف، ما فيهمش كثره البهارات، ما عارفين اشنو مطحون فيهم، لانه ديال برا كيقول لك فيهم العظومه، فيهم الجلود، فيهم الشحمه، فهادو عارفين اش فيهم واش حاطين فيهم. جربوهم لوليداتكم، ومن هناك تقدمتهم مع مع المقرونيه، ومع كان عندي كريم كراميل وهكذا، يعني كانت هديه عشاتنا خفيفه مع شويه ديال المخللات وشويه ديال داك البصله. المهم البصله كتشوفني كنحطها بزاف، هذه كندير عليها الخل، ما كيبقى فيها لا ريحه لا سميتو، لانها زوينه كتنزل السكر في الدم وزوينه كتوقينا من الامراض، يعني خصوصا في هذا الوقت بحال الانتيبيوتيك. المهم البنات بالنسبه للمقادير ديال هاد الكوكيز، غدا ندير انا هاد العجينه وندير منها شكلين، ماشي شكلين، المهم غادي تشوفوا مع بعضياتنا. غندير منها بحال الكوكيز اللي هو العادي، وندير منها اللي هو الفيلفيت كوكيز. المهم هنا عندي واش عامر هذا، عندي هذا الشوكولاته باودر او الشوكولاته الخام او الشوكولاته ديال الحلويات السوداء المره. عندي بيضتين، عندي نص كوب من السكر، بيكين باودر تقريبا واحد الملعقه صغيره من البيكين باودر، عندي رشه من الملح، وعندي نص كاس من الزبده دايب، شفتوا بدا كيجمد. وعندي هنا شوكولاته نوعين، عندي الاسود وعندي هذا الاخضر. من بعد البنات اللي بغيتوا الطريقه ديال هذا نوريكم كيفاش تصاوبوه في الدار عادي يعني ورخيص، لانه ديال برا غالي. وعندي الفانيليا والطحين صافي. دابا غادي نخلط المكونات ديالي وان شاء الله غادي نوريكم شنو غنديروا. اول حاجه غندير البيض، السكر، ندير الملح، رشة الملح، الفانيليا. الفانيليا ما كنعترفش بها الصراحة، ولكن المهم ديكوريشن صافي. وغدا نخلط المكونات ديالي مزيان، عارفش واقيلا الزبدة غدا نرجع ندوبها حتى جمدات. كما
بغيت نقول لكم البنات ان عندكم طرابي وبي ما عندكمش خدموا ايدياتكم. انا راه عندي غير ما كنبغيش نديرو باش ما نعكسكمش هادشي اللي كاين. بصراحه كنشوف انه ما كيحتاجش يعني ما محتاجش ليه نجيب طراب ونخشي في الطوق سيلو هذا قاضي الغرض. صافي من بعد غندير الزبده ديالي ما عرفتش الزبده مهمه علينا غادي تذوب غادي تذوب ان شاء الله غتفك هنا. هذا نص كوب ديال الزبده مهم مقادير دائما غتلقاوها في اول تعليق في التعاليق لتحت. هكذا اسهل باش تلقاو المقادير لانه البنات ما كيعرفوش فين كاين صندوق الوصف وهكذا اسهل. صافي كنخلط المكونات ديالي مزيان سهله ما فيش المقادير بزاف هاد الكوبيس وكيجي زوين كيجي حسن من ديال برا وكيخرج لك واحد الكميه اللي هي مزيانه. صافي غادي ندير دابا البيكينغ باودر ندير واحد المعلقه. المهم البنات اللي ما عرفوش شنو بيكينغ باودر هي خميره ديال الحلوى ها هي مكتوب عليها بيكينغ باودر هي خميره الحلوى اللي عندنا غير هي هذه راه 16 غرام لان اللي في المغرب كيكون فيها غير 8. راه غندير هذه فيها اصلا غير شويه كامله يعني في المغرب كيكون فيها 8 وهذه غير شويه يعني هذه غير هذه بزاف ماشي 8 هذه راه بحال جوج. صافي البنات غادي نبدا نضيف الطحين ديالي بعد ذلك لان غنقسم هاد الخليط ديالي غنقسمو على جوج يعني في هاد المرحلة هادي غادي نبدا واقيلا بإيديا. الطحين ديالي راه مغربل المهم غادي تشوفو هنا عندي جوج كوب كوبين من الطحين كوبين من الطحين وعلى حسب كمية يعني الكمية اللي عندكم على حسب يعني المهم غادي نبدا نخلط بإيديا كما قلت لكم البنات على حسب النوعية ديال الطحين اللي عندكم. انا غندير من بعد نشوف الا كان خاصني راه غنرجع عاوتاني نزيد الطحين. المهم البنات كما كتشوفوا راه زدت الدقيق انا هنا تحت شويه تقريبا واحد جوج كوب ونص غادي نجيب هاد نص هكا ونص نخليه هنا المهم هاد النص غادي ندير فيه الشوكولات ديالي ندير فيه الشوكولات البودره باش كاع تحل وعاد باش الاخر غادي نوريكم شنو غنديروا فيه. غادي ندير فيه شويه من هذا من هاد الشوكولاط هذا شفتوا ديك واحد شويه المهم نتوما يا بغيتو الدوبل الكميه دوبلوها انا هنا غير كنوريكم وكندير على قدي حيت راه يعني اغلب هاد الشيء المهم كناكلو غير انا كنبقى نفطر بيه اولا هكذا يقلي في المراش اللي كياكل مع ذلك كنقص السكر يعني السكر كيكون ناقص يعني على قبله ولكن اغلب الاوقات كندير ليه هو شي حاجه اللي هي صحيه شي حاجه اللي غلات المهم على حسب كل واحد صحة الواحد. المهم بالنسبه للنص الثاني من العجين جبت انا عندي هذا الملون اللي هو الريد ملون غذائي احمر غادي ندير فيه شويه غادي ندير عليها باش تجي ليا بحال شكل ريد فيلفيت كوكيز الفيلفيت كما كنعرفو كاين هذيك الكيك بلاتي هذا حيت كنمشي للتحديث هكا غادي يرول لينا الدنيا الى هذيك الكيك ديال فيلفيت كيك حنا غنديرو فيلفيت كوكيز نغيرو هكذا لوليداتنا شويه يعني تا كوكيز هكذا نجددو مره نجددو علاش لا.
خطي المهم انا دايره كما كتشوفوا دايره وسط هنا البنات حيت كتبلي الدنيا داك اللون ديالي. ايما نشوف اذا كان خاص غادي نزيد وغادي ندير معاه هاد الشوكولاط هذا الملون. شتو غندير هاد الشوكولاط الملون ومن فوق من نوع ثاني غادي ندير نفس يعني نفس الشوكولاط كما قلت لكم باش نغيرو. المهم غادي كما قلت لكم هذا غادي يرولني هذا الاول لي ليا اذا نمشي نجيب شي ليكات. المهم بنات مشيت جبت واحد اللاف حتى هو اللي لايق ليه مع هاد هذا كما كتشوفوا. غنقرب حداكم المهم كنبقاو هكذا نخلطو حتى كيعطينا داك اللون اللي بغينا داك اللون الاحمر اولا البينك. المهم اللون نوصلو ليه المهم يكون شويه هكذايا واصل الاحمر. المهم بنات كما كتشوفوا دخلت الثانيه الاولى هذه الثانيه الثانيه شوفوا هذه شحال هذه كانت امي كدير لنا الخبز وكتعطينا حنا خبيزه صغيره بقات ليا وانا ندير. المهم راه دخلت كوكيز يطيب غادي ندخل هذه ومن بعد نتلاقاو. وهذا الشكل ديال الكوكيز ديالنا البنات بعد ما خرج من الفرن كيجي زوين. بالنسبه للشكل الثاني راه كيجي بداك الملون اللي درت لانه الملون اللي عندي فيه بحال طعم الفراوله وفي نفس الوقت ملون. فلا عندكم ديروه جربوه كيجي زوين يعني كيجي مختلف كانك هذاك الكوكيز الاسود بعجين والكوكيز الاحمر بعجين ثاني بحال الشكل ديال الفراوله. حاجه ثانيه الى عندكم دوك شنو هي ديك الحلوه ديال اميني ام دوك الملونه لذيذ على الوليدات ديروها في هذا ديال الفراوله كيجي زوين. انا ما كانتش عندي فلهذا درت غير داك الشوكولات الاخضر كما قلت لكم البنات. هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو كنتمنى يكون عجبكم وفادكم وتجربوهم لوليداتكم الازواج ديالكم العمل المدرسه. وليكم مع السلامه ان شاء الله نشوفكم فيديو ثاني وباي باي.